اتكلمنا على يوم الأحد اللي هو أمس، احنا استقبلنا الطلبة من حوالي الساعة 8:30 لبعد الساعة 3. احنا كنا مجهزين معملين، كل معمل فيه 30 جهاز، ده غير بقى معمل لذوي الاحتياجات الخاصة بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور عميد الكلية، وفي معامل تاني ستاند باي 2 كمان في حالة زيادة العدد، وأي أعداد هتزيد لأن دي كلية الهندسة في عدد من المعامل يعني لا نهائي، يعني عدد كبير يعني. بالنسبة للطلبة طبعا احنا عارفين ان المرحلة الأولى بدأت بالحد الأدنى بتاع علم علوم اللي هو 97.7%، وبالنسبة لعلم رياضة كان 95%، بالنسبة لأدبي لحد 80، يعني كان حوالي 28,000 طالب بالنسبة لعلم علوم، وحوالي 15 وأعداد من لعلم رياضة، وطبعا الباقي حوالي 64,000 وكسور لأدبي. دول إجمالي المرحلة. المعامل استقبلت ناس، امبارح كان طبعا ضغط في البداية كان أكتر، حاليا برضو ما زالوا المعملين شغالين وفيهم طلبة في معمل واحد ومعمل اتنين للتنسيق، وأي مشاكل بالنسبة للطلاب احنا بنحاول نزللها لهم ونرشدهم لها حسب المتاح. احنا طبعا بنطلب منهم ان هم يركزوا في رغباتهم، بنقول لهم ان الرغبات بقت بدل من 60 بقت 75 رغبة، يعني ده بيتيح للطالب يكتب عدد من الكليات اللي هو بيرغب فيها. الترتيب مهم، يراعي الرغبات ويدقق قوي في اختيارها، وما يقولش انا هكتب 10 15 20 دول المهمين وبعد كده يكتب اي حاجة، ما يعرفش الحد الأدنى للمجموع هيجي ازاي، وده ممكن يضره لو هو ما خلاش الرغبة 75 كأنها الرغبة الأولى، يعني الرغبة الأولى تبقى بالنسبة له، الثانية تبقى الأولى، الثالثة، لحد ما يوصل ل 75 ما يحطش حاجة وخلاص، ممكن يصادف ان هي تجيله. ده بالنسبة للايه الإرشادات اللي بنقولها. في برضو حاجة مهمة جدا، رقم الجلوس والرقم السري ده ملكية خاصة للطالب، يعني مش مطلوب منه ان يديها حتى للمرشد او المشرف اللي بيقعد معاه يرشده حتى في المعمل، فما بال بقى ان يديها لزميله او بره او يسيبها في سايبر، ممكن الدنيا دي كلها بالنسبه له تقع ويفاجئ بعد ما سجل ان حد تاني دخل وعدل الرغبات وكتب حاجات ممكن تضره، وده مستقبل. احنا بالنسبه لهندسه القاهره امبارح مش اقل من 2000 طالب سجلوا في المعمل. هي مش عقبات، هي بعض أسئلة، يعني في بعض الطلبة بتقول ليه التربية إقليمي، يعني هو بيبقى حابب أن التربية تبقى زي تجارة زي حقوق زي أداب. إحنا بنرد عليه بنقول له ده على أساس أن أنا كطالب هتخرج من كلية التربية يبقى أشتغل في محيط المحافظة بتاعتي، هيسر لي، ما عنديش، ما يبقاش في مشاكل بالنسبة للسكن، ما يبقاش في مشاكل ان انا صرفت كتير وخارج المحافظة بتاعتي. فالتربية لازم هيبقى عارف عادات وتقاليد المحافظة اللي هو فيها، هيبقى منهم وهم منه، عشان كده بيبقى كل التربية بالذات يبقى هو خلاص عارف ان دي منطقته. بيسألوا ليه بيطلع قدامنا خطأ توزيع جغرافي، بنقول له عشان انت ما تقيدتش بالمرحلة ألف اللي هي منطقتك، المرحلة به الأقرب لك، طالب أهله بعتوه في محافظة من المحافظات ياخد الثانوية، لكن هو من أبناء القاهرة أو من أبناء أي محافظة، ليه أنا ما بتوزعش على المنطقة اللي هي فيها سكني وفيها رقم الرقم القومي بتاعي والبطاقة وكده؟ بنقول له لا، أنت بتتوزع بناء على شهادة الثانوية العامة، واخدها منين؟ انت من ابناء القاهرة بس خدتها من المنوفية يبقى هتتوزع على المنوفية، خدتها من الصعيد يبقى هتتوزع على الصعيد. بعض الناس اللي جابوا مجموع عالي نفسهم يدرسوا في هندسة القاهرة وهو من الاقاليم، بنقول له ما تقدرش تيجي هندسة القاهرة الا لو هندسة محافظتك ما خدتكش، واللي تليها تقوم تقدر بعد كده تيجي ايه هندسة القاهرة لو مجموعها اقل من مجموع محافظتك. دي اللي بيبقى ده اللي هم البعض الأسئلة اللي هم بيحاولوا يستفسروا عنها دي.